الفرشة فرشنا بوكيتي، ودي الطارات اللي هنشوفوها الفيديو قدام. ما تنسوش تشتركوا معاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أبو حمودي المصري. هنعمل جيم إخواننا، بس الجيم الأولاني ده أكيد أنتوا شفتوه واتفرجتوا عليه، فده التحديث بتاع 2020 إن شاء الله. أول حاجة النهاردة هنعملوها الكنب، إن أنت هتعمل كنبتين أو نعمل 3 كنبات، كنبة للبنش العالي، وكنبة للبنش المستوي، وكنبة لبتاعة التسخين يعني إن أنت تقعد عليه. نص شكارة اسمنت مع شوية رملة خمرناهم، وجينا مشوار البار، معانا البار الأول دي هنعمله هنا الكنبة بتاعة البنش العالي، ده مكان المقعد رسمناه، وهنخش على البنش الواطي. تمام، هنا عملنا مثلا رسمة مكان الحامل بتاع البار. المرة اللي فاتت كنا عملنا حامل من الخشب ودقنا مسامير، فناس كتير برضو علقت قالت المسامير ممكن تقع وتتكسر عليك، فطبعا هو المسمار اكيد فيه خطورة طبعا ما نختلفوش في كده. لكن النهاردة عملنا الكنبة بتاعتنا من البلوك، وطبعا الكنبة شيء ميسور جدا، من السهل جدا ان انت تعمله لو انت غاوي او انت حابب ان انت تلعب لعبة الحديد زي حالاتي كده، يعني حابب اللعبة وحابب ان انت تلعبها وحابب ان انت تعملها في بيتك بامكانيات سهلة وبسيطة، فبكل بساطة كده انت هتعمل الحاجة دي. النهاردة بإذن الله هنشوفه ان احنا نعمل الكنب ومش اكتر من كده. كان في فيديو قبل كده كنا شفنا فيه ان احنا نعمله ازاي البار، هنسيب لك الرابط بتاع البار اسفل الفيديو هتعرف ان انت تعمل البار. النهاردة هتعرف تعمل الكنب. طبعا صف بلوك على اليمين وصف بلوك على الشمال ده عبارة عن الحامل بتاع البار، وحطينا البار. بعد كده هنبدأ نعمل الكنبة، والكنبة بسيطة جدا، هنحط مضمكين مش اكتر. هتعمل عتبة، هتعمل لو انت عملت عتبة زي كده فيبقى ممتاز جدا، تسيب العتبة تنشف. لو عايز تبني العتبة كله مفيش مشاكل، يعني الاتنين شغالين عادي مفيش اي مشكلة. المهم احنا هنرفع بس مضمكين مش اكتر. انا بنيت طوبتين وكررت المشوار 4 مرات، بعد كده حطيت العتبة بتاعتي او الوجه، او لو انت مش معاك وجه ممكن تبنيها كلها بلوك، ما عندكش بلوك تبنيها بالطوب مفيش اي مشكلة خالص، بس اهم حاجة توزنها عشان ظهرك يبقى مظبوط كويس. وهنجربه كده على بركة الله، هتلعب بالبار عادي كده البار مستوي، وبعد كده تسند البار على البلوك اللي وراك في امان، يعني مش البلوك قوي هيتحمل. هنعمله الكنبة بتاعت البنش العالي. طبعا الكنبة الاولانية شفناها البنش المستوي، هنا هنعمله البنش العالي فهنرفعه شوية. طيب بالنسبة لناس كتير هتقول دلوقتي انت وجع دماغك ليه ما تروح تشترك في الجيم احسن ابو حمودي، او انت ما معكش فلوس تشترك في الجيم، المشوار مش قاره فلوس. لكن هنا في مميزات كتير، من ضمن المميزات الكتيرة اللي تعجبنا انا ان انا نعمل جيم نشتغل، فهم متاح معايا ال 24 ساعة، ودي حاجة جميلة جدا كويس. دي اول ميزة من ان انا نعمل جيم في بيتي، فهو متاح معايا 24 ساعة. هنا بدأنا في الكنبة العالية، هنا بنينا 4 طوبات، وهنا هنبني طوبتين بس بلوكتين بس، وبعد كده هنبدأ نظبطه ونشوفه نفسنا محتاجين نحط بلوك تاني. هتبدأ تبني هنا وهنا وتظبط الكلام. تاني ميزة من الميزات المهمة جدا في ان انت يبقى معاك الجيم بتاعك في البيت، الزحمة بتاعت الجيم. لما انت تروح الجيم بتلاقي زحمة جامدة، وممكن تقف على الجهاز ما تلاقيش واخد بالك، تستنى اللعبة بتاعتك. فانا حابب ان يكون معاك جيم. تاني ميزة ان انت واخد بالك الجيم بتاعك متاح معاك 24 ساعة، مفيش زحمة، مش هتلاقي زحمة. وتالت نقطة مهمة جدا حابب نقولها لكم، ان انا حابب يعني ان انا غاوي نعمل جيم ونلعب فيه، ان انا ما اروحش الجيم الاقي هناك واخد بالك مشغلين مثلا الاغاني بتاعت المهرجانات وخبيط ورزيع والحاجات دي، انا ما بحبهاش بتخنق منها جدا. مرتين ثلاثة نروح نلعب والناس ممكن اخواننا معلش بعد اذنكم الموسيقى والاغاني دي والخبيط والرزيع ممكن يقدروني مرة والتانية، بس انا مش عايز برضو نبقى ممل. فانا حبيت ان انا نعمل الجيم براحتي في البيت، زائد ان هو تكاليف يعني حاجات بسيطة لا تذكر. يعني انت بتعمل جيم فوق البيت عندك بيكلفك من 500-600 جنيه، حاجات تافهة جدا. المهم احنا الحمد لله كده خلصنا الطاولة الاولى والتاني، دي بتاعت البنش العالي. هنجربه نشوفه كده النظام، طبعا هتجرب انت هتشوف نفسك كويس ولا لا. طبعا هنبدأ نعمله كنبة تاني. الكنبة التانية دي عبارة عن جهاز سحب، في جهاز سحب انا هنعمله هنا دلوقتي، بس هنعمله لكم في فيديو تاني. الفيديو التاني ان شاء الله هنجهز لكم جهاز السحب وهنشرحه بالتفصيل. بعد كده ان شاء الله هنبدأ عاد نعمله فرشة للكنب دي.
طبعا الكنب دوت معمول باسمنت فما ينفعش تلعب عليها، بس انت مخليك معايا للفيديو للاخر هتلاقينا ان انا جبنا موكيت وبدانا نعمله ايه، نعمله ابطاني بحيث ان انت لما تلعب تلعب مستريح. طبعا دي كنبه تالتي مستوي كويس، الواد عبد الله برنس ده بالميزان. هتبدا لو في اي حاجه كده لازم تظبط الميزان بتاعك كويس، وفوق منها جهاز السحب اللي هو جهاز التسخين تلعب بيه تسخن، ينفع ان انت تلعب بيه طبعا الثلاثي. الناس اللي فاهمه في الجيم فهم فاهمين انا بقول ايه. اخر حاجه كده تبدا تشطب هنا ده عمليه مثلا تلييس او تغيير اللون بتاع البلوك كويس، ودي مقعد كده تقعد عليه في البنش العالي. بعد كده بدانا نطرطشه. بص اخوانا هنا في على ايدك اليمين في طارات، الطارات دي الفيديو اللي جاي ان شاء الله، الفيديو الجاي هنقول لك انا عملت الطارات دي ازاي وانا اشرح لك بالتفصيل كل حاجه في الطارات، بحيث ان انت كده يبقى معاك الفيديو اللي موجود في الوصف اللي هو بتاع البار، ومعاك الفيديو بتاع الكنب اللي احنا عملناهم دول، وكده يبقى باقي معانا فيديو ان شاء الله بتاع ايه بتاع الطارات. ان شاء الله نكون جهزت لك الفيديو المنتجي وننزله ليكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. وان شاء الله طبعا هتعرف تعمل الطارات كويس، هتجيب ماسوره. خلاص احنا هنتكلموا في التفاصيل في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. لكن بالنسبه للكنبات فزي ما انت كده شايف دي شويه طرطشه بحيث نغير اللون بتاع اللون الابيض، وبراحتك لو انت مش عايز برضو تغير اللون عادي براحتك ما فيش اي مشكله. بس احنا كده معانا كنبه الحمد لله ما بتتحركش. دي الموكيتة طبعا، حته موكيتة موجوده معايا طبقتي 3 4 مرات كده، 3 تطبيقات او 4، بحيث ان هي طبقه مريحه كده بالسكينه مثلا تقطع السكينه ما نفعتش، فبالمقص تبدا ان انت تقص. طبعا هو بالنسبه للعبه الحديد فانا حابب اللعبه وغويها جدا يعني، ومش عارف يعني حاسس ان انا لازم نعمل حاجه كده في البيت نلعب عليها، كل ما نعوز ان انا نلعب نلعب عليها. طبعا هتربطها هتلفها بتباره باي حاجه بحيث ان هي ما تتحركش. طبعا ده ربط مؤقت انا هنربطه، بعد كده هنجيب دباير ونبدا نربطها ربيطه كويسه. يبقى انت كده عملت الكنبه. طبعا الكلام ده الفرشه تعمله بعد يومين او ثلاثه او ثاني يوم يعني، بحيث ان يبقى البار البلوك عفوا انشف، يبقى كده الامور تمام. طبعا هتطبق انت الموكيتة على قد ما تقدر يعني، على زي ما انت عايز يعني، وهتقصها بالمقص وكده. بسم الله ما شاء الله انت كده معاك جيم. طبعا في مظله، عملت مظله كان فيديو المظله، وفي العمدان برضو. الفيديوهات دي راجع الفيديوهات لورا هتلاقي هتلاقينا ان احنا عملنا الفيديو. كده الحمد لله تمام، الفيديو بتاعنا على وشك ان هو يخلص. احنا كده عملنا كنبات البنش العالي والبنش المستوي، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هشرح لكم ازاي ان انا عملت الطارات، وربنا يوفقنا واياكم ان شاء الله. وده المنظر النهائي. طبعا البار الدهن دهناته، ودي الفرشه فرشنا موكيتي، ودي الطارات اللي هنشوفوها الفيديو الجاي. ما تنسوش تشتركوا معاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.